السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع الأستاذ أمين عبد الحسيب إدري. هنتعرف على نموذج دي أسئلة امتحان توفس للرياضيات المستوى الأول، اللي هو بيكون عبارة عن تاني ابتدائي وتالتة ابتدائي الصف الابتدائي. يلا بينا نشوف الحكاية تبقى إزاي. هنا طبعا بيكون أول حاجة عندي اللي هو التوقيت. زي ما حضرتك شايفين كده، هنا عندي 40 دقيقة، وهنا الوقت بتاعي اللي أنا تم استخدامه أو استهلاكه، وهنا الشريط الزمني اللي بيوضح ان انا ايه بدأ يخلص الوقت، لازم طبعا يبقى عيني عليه دايما. هنا المستوى ده عنده 80 سؤال. هنا طبعا بيبقى الاسئله اللي انت اشتغلتها. طيب انت هنا في سؤال هو قدامي، السؤال ده افترضنا ان هو صعب عليا شويه، هضغط على استكمال. طب انا بمتحن انجليزي عادي، هنلاقي الكلمه ديت ايه نيكست. طيب انا همتحن على ايه؟ موبايل، تابلت، لابتوب، اي حاجه انت عاوزها. طيب ممكن ان انت تبدل ما بين استكمال اللي هو نيكست او رجوع اللي هي باك، تقدم لقدام وتطلع ورا زي ما انت عاوز. طب انا ما عرفتش اجاوب السؤال، مش تضغط على حاجه، اضغط على نيكست على طول عشان تبدا على السؤال اللي بعديه. طب جاوبت على السؤال، هتختار الاجابه مثلا طبعا هي 8، تمام. طيب لما اضغط على 8 هضغط بعديها برضو على نيكست عشان يجيب السؤال اللي بعده. طيب لو في اسئله انا ما جاوبتهاش، يعني انا عديت مثلا كذا سؤال كان صعب قدامي فانا سبته للاخر، هجيبه ازاي؟ هنضغط على الامر بتاع اول او الجميع، ده بيسموه اول في الانجليزي او جميع، هضغط عليه هيظهر معايا زي ما هنشوف في الشريحه بالاخر، تمام. يلا نستعرض مجموعه من الاسئله. هنا طبعا بيديني اهوت ان انت هتكتب هنا، فبيديني ايه؟ ادي الاداه ديت عباره عن مجموعه من الارقام، بتشوف 5 زائد 8 يساوي 12. يبقى هنضغط على الواحد هيجي له كاتب 1، وبعدين هنضغط على الاثنين هيروح كاتب 2، فنضغط على نيكست الامر ده عشان خاطر ان احنا ممكن نمسح من خلاله، نمسح الكلام اللي انا كاتبه ده لو انا كتبت بالغلط.